بسم الله الرحمن الرحيم. تأمل أخي، يذكر الله العظيم في كتابه جهنم، ذكر لنا سعيرها وحرها وزمهريرها، ذكر لنا شهيقها وزفيرها ودركاتها وسرادقها، ذكر تغيضها، جبالها، وديانها، آبارها، ذكر سلاسلها وأغلالها وقيودها، ذكر طعامها وشرابها ولباسها لأهلها. فيها سبع دركات عظيمات، ولها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. جهنم، الجحيم، لظى، الحطمة، السعير، سقر، الهاوية. وعليها ملك كريه المرآة يحشها ويوقدها وينفخ فيها. والله الذي لا إله إلا هو، ما سمع أحد من الخلائق بمصيبة أعظم من مصيبة من دخل النار. أهلها يتعاون فيها، ربنا هل إلى خروج من سبيل، ينادون هل إلى خروج من سبيل، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، أخرجنا يا ربنا. يجيبهم بعد آلاف السنين إخساء فيها، ولا تكلمون، فلا يكلم بعدها أبدا. فلما أيسوا من الخروج أملوا، أتأملوا بالموت والفناء، أغلى أمانيهم أن يموتوا فيستريحوا. يا مالك ليقضي علينا ربك، فأجابهم بعد آلاف السنين إنكم ماكثون، لا يموت ساكنها ولا يحيا، لا يموت فيستريح ولا يحيا فيهلك. يأتي الموت لأهلها من تحت كل شعر، لكنهم لا يجدون الموت، ويأتيه الموت من كل مكان، وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. وإذ أيسوا من الخروج والموت، تأملوا أن يخفف عنهم العذاب، فنادوا على خزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. الآن تنكبتم السنن، خالفتم الفطرة، وأعرضتم عن هدي الأنبياء، وعشتم زمانكم في اللهو، وعبدتم الشهوات، أكلتم الحقوق، ونسيتم البعث والدار الآخرة. الآن قد جاءتكم الرسل بالبينات والحق، كيف نرحمكم ولم يرحمكم أرحم الراحمين؟ يجاء بتنانير كالرم يزجون فيها ويلقون، وألقوا منها فيها مكانا ضيقا مقرنين في الأصفاد، ودعوا فدعوا هنالك ثبورا. ساعة إذ تطوى عليهم جهنم فهم في سودائها، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها.